السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام عام، او بالاحرى هذا عبارة عن ريفيو، يعني مراجعة لاحد المنتوجات اللي خديتهم من علي اكسبريس وعجبوني. وكيف ديما وقت ما خديت شي منتوج وعجبني كنحاول نشاركه مع الاصدقاء ديالنا في القناة، باش في حالة ما عجبهم وعجبوهم المميزات ديالو يقدروا ياخذوه. وكذلك كنشارك معكم الرابط نتاع هذا المنتوج هذا باش يتقام لكم باقل ثمن اخواني. اذا اخوتي كيف كتشوفوا اليوم جبت لكم مراجعه لواحد الاله ديال الحلاقه اللي كتعتبر من احسن الات الحلاقه اللي دايره في السوق حاليا، واللي تقدروا كذلك تستعملوها في التجاره الالكترونيه الا بغيتوا تخدموا على ريوسكم وبغيتوا تعاودوا فيها البيع في المغرب. فكما كتلاحظوا هذا هو الباكاجين اللي كتجي فيه الاله، فلاحظوا يعني باكاجين بروفيسيونيل، يعني كيبان انه مخدوم مزيان. وهكذا كنفتحوا المنتوج ديالنا كيف كتلاحظوا اخوتي، فالطريقه نتاعت الامبلاج كيف قلت فهي احترافيه جدا اخواني. لاحظوا ما يا اخواني، هكذا كتجي اله الحلاقه ديالنا. شوفوا اش عندنا في العلبه، هنا عندنا كتيب الاستعمال، عندنا هنا واحد الكيبل تيب سي يمكن لكم تستعملوه مع الشارجور ديالكم، هنا عندنا واحد الشيتا او فرشات باش ننقيو الاله ديالنا، وهنا كذلك الزيت اللي نستعملو باش ننقيو الاله، وهنا عندنا اربعه ديال الارقام كل وحده وفيها النيفو، يعني من واحد حتى لاربعه كل واحد كيف غيخدم بها. اذا هنا كنجيو الاله ديالنا كيف كتشوفوا اخوتي ديزاين بروفيسيونيل، هاد الاداه هنا كيديروها على قبل البوطون نتاع التشغيل، وهنا عندنا كذلك واحد الغلاف او غطاء كيدار الآلة. وقبل ما ندير هذا الفيديو فراني استعملت هذه الآلة باش نعرف شحال كتدي في الشهر وكذلك المدة شحال كتشارجا. فقبل ما نشعلها، فالآلة كتجينا بهاد السنيات هادو اللي ذهبيين كيف كتلاحظوا اخوتي، وهنا القالب ديال الآلة، هنا عندنا واحد البوطون ديال التشغيل او زر التشغيل، وهنا عندنا واحد لافيشور غادي نشعلو دابا الاله ديالنا، وغادي يبان لينا واحد الارقام اللي من واحد حتى ل 100 كتعطينا شحال تقريبا باقي لك في الشارج ديال هذه الاله، وبالتالي ما عمرها تحنسرك وما عمرها تخليك في النص، وبالتالي دائما انت كتكون على علم امتى غادي تطفى لك هذه الاله. اذا غنشغلوها الان تقريبا فيها 67%، فانا كيف قلت لكم خدمت بها سابقا، تخيلوا معايا اصدقائي حسنت بها شعري وكذلك حسنت بها اللحيه ديالي وكانت فيها تقريبا 80%، ودابا فاش شعلتها قدامكم فيها 67%. اذا خوتي هذا الشيء كيبين لنا باللي تقريبا هذه الاله تقدر تدي لنا حتى الخمسه ديال المرات حسب الاستعمال، ومن طبيعه الحال كذلك حسب كثافه الشعر، فكلما كانت كثافه الشعر كبيره الا وكانت المده اقصر. اما بالنسبه للشارج فهذا هو المكان المخصص للشارج، يمكن لك دير الكيبل ديال التيب سي هنا وتشارجي الاله ديالك بكل سهوله، تقريبا المده نتاع الشارج ما كتعداش ساعتين كحد اقصى. ودابا غندوزو للثمن ديال هذا المنتوج، فبالنسبه لهذه اله الحلاقه فالثمن ديالها هو 78 درهم، وكذلك ثمن الشحن يعني لا ليفغيزون هي 28 درهم، يعني في المجمل غطيح عليك آلة الحلاقة ب 110 ديال الدراهم. وبالنسبة للناس اللي بغا ياخذوها هنا من المغرب فمن طبيعة الحال غتلقاو الثمن ديالها وصل حتى ل 200 درهم 250 درهم، فلذلك كنفضل أن ناخذها من علي اكسبريس لأن الثمن جد مناسب. وما تنساوش خوتي فكاينين بعض المنتوجات اللي كيشبهوا لهذه الآلة هذه، تقدروا تلقاوهم في الأسواق كذلك هنا في المغرب، والثمن ديالهم بين 70 حتى 100 درهم، ولكن ماشي نفس الجودة، وكذلك ما عندهمش لافيش هنايا اللي كتأنديكي لك شحال المدة ديال الشارج اللي باقية لك. لذلك خوتي
انا كنفضل نشريها من علي اكسبريس. اللي بغى يشريها من علي اكسبريس غنخلي لكم الرابط نتاع المنتوج في الوصف ديال هذا الفيديو، ما عليكم سوى تدخلوا وتشريوا وبصحه وراحه. وكملاحظه اخوتي، بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الشراء من علي اكسبريس او من المواقع الاجنبيه، فرحنا دايرين مجموعات، الاولى في الواتساب وكذلك مجموعه في التليجرام ومجموعه على الفيسبوك، كنحاول نحط فيها جميع الهوتات او الهمزات اللي كيطيحوا كيكون الثمن ديالهم رخيص، وهاد الهمزات كيكونوا يوميا. يعني ما عليك سوى تلتحق بالقناه المفضله عندك سواء فيسبوك او الواتساب او التليجرام، ودائما زرب على الهوتة، يعني اون فوا تلقى المنتوج زرب عليه قبل ما يتبدل ليه الثمن او لا قبل ما ينفد من ستوك. اذا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو، الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم وبارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، واذا كانت خويا اختي هذه اول زيارة لك القناة ما تنساش دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول، ودمتم في رعاية الله.